بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بجميع المتتبعين الكرام. اليوم إن شاء الله لنا موعد مع ثاني درس في السلسلة الخاصة بديداكتيك المواد. الدرس ديال اليوم إن شاء الله تعالى سنتعرف من خلاله على طريقة معالجة صعوبات لا ليكتور خلال المستوى الأول ابتدائي. في هذه النقطة ديال معالجة الصعوبات يتم التركيز عليها دائما خلال امتحانات مباراة التعليم. كيفما كتلاحظوا امامكم في هذه الوثيقه ديال التوصيفات التي تصدر عن وزاره التربيه الوطنيه، فهم كيطلبوا لكم انكم تكونوا قادرين على اعداد خطه للدعم بناء على نتائج التقويم، وكذلك ان تكونوا قادرين على تدبير حصص التقويم والدعم. وبالتالي فالدرس ديال اليوم كيبقى درس مهم جدا بطبيعه الحال. اذا قبل البدء في سرد الدرس ساقدم لكم نوع الاسئله لكي تحطوا في الامتحان، واللي غادي نعطيهم لكم بالترتيب. فاول سؤال يطلب منكم هو كيلس سون لي ديفيكولتي دو لا ليكتور، وثاني سؤال الذي ياتي بعد هذا السؤال مباشره وهو اللي كيطلب لكم من خلاله انكم تقترحوا الانشطه المناسبه لمعالجه الصعوبات التي حددتموها. ثم السؤال الثالث والاخير فكيطلبوا لكم من خلاله تحديد الطريقه اللي غادي تتبعوها من اجل تقديم هذه الانشطه ديال المعالجه للمتعلمين. اذا نبداو على بركه الله للاجابه على اول سؤال، واللي كيطلبوا لكم بطبيعه الحال من خلاله تحديد الصعوبات ديال لا ليكتور في المستوى الاول ابتدائي. فكيف ما شرت لذلك في الدرس السابق، ففي المستوى الاول يتم تدريس لي زالفابي في مكون لا ليكتور. وبالتالي فاليوم ناخذ الدرس ديال الفونيم ام اي الحرف ام كمثال. اذا اول صعوبه كتواجه المتعلمين خلال الدرس ديال الحرف ام هي difficulté d'identifier le phoneme M dans des mots usuels، يعني صعوبة التعرف على الحرف M داخل الكلمات من طرف المتعلمين. وثاني صعوبة بطبيعة الحال تواجه المتعلم كذلك هي difficulté d'identifier le grapheme M، وثالث صعوبة هي difficulté d'identifier les syllabes contenant le phoneme M، وآخر صعوبة هي difficulté de lire des mots et syllabes contenant لو غرافيم ام. اذا هادو هما الصعوبات اللي كتكون لدى المتعلمين في المستوى الاول في مكون لا ليكتور. دابا من بعد ما حددنا الصعوبات نمر للاجابه على ثاني سؤال، والذي سنحدد من خلاله الانشطه المناسبه لمعالجه الصعوبات التي حددناها قبل قليل. ونبداو مع الانشطه التي تقدم لمعالجه اول صعوبه، واللي هي صعوبه تحديد الصوت ام داخل الكلمات. فهذه الصعوبه كنعالجوها من خلال جوج ديال الانشطه. النشاط الاول هو اللي امامكم، فهنا كنطلبوا من خلاله من المتعلمين تحديد الصوت الذي يعاد في الكلمات المبينة باللون الأصفر. ثم ثاني نشاط والذي يأتي بعد الإجابة على النشاط الأول مباشرة، فحنا كنطلبوا من خلاله من المتعلمين أنهم يديروا علامة تحت الكلمات اللي غادي يسمعوا فيها الحرف M. اذا هادو هما جوج ديال الانشطه اللي كنقدموا بطبيعه الحال للمتعلمين من اجل تجاوز الصعوبه الاولى. وبالتالي فاذا طلبوا لكم بطبيعه الحال خلال الامتحان انكم تعطيوا انشطه لمعالجه صعوبه تعرف المتعلمين على الحرف ام، فبطبيعة الحال فانتم غتكتبوا هاد النشاطين اللي كتشوفوهم امامكم بطبيعة الحال. نمر الان لتقديم انشطة معالجة الصعوبة الثانية، واللي هي difficulté d'identifier le grapheme M. فاول نشاط كنقدموه للمتعلمين لمعالجة هاد الصعوبة هو اللي كنطلبوا من خلاله من المتعلمين بطبيعة الحال انهم يكتبوا الحرف M في الهواء وعلى الالواح. ثم النشاط الثاني هو اللي كنطلبوا من خلاله من المتعلمين انهم يحيطون حول الاسم لكي يشوفوا فيه الحرف ام. دابا نمر لتقديم الانشطه المناسبه لمعالجه الصعوبه الثالثه، واللي كانت هي difficulté d'identifier les syllabes contenant le phoneme m. فاول نشاط نقدمه لمعالجه هذه الصعوبه لدى المتعلمين هو اللي كنطلبوا ليهم من خلاله انهم يلونوا اسفل المقطع لكي يشوفوا فيه الحرف ام. ثم النشاط الثاني الذي نقدمه لمعالجه الصعوبه الثالثه بطبيعه الحال فهو اللي كنطلبوا من خلاله من المتعلمين انهم يربطوا لي سيلاب مع الكلمه المناسبه التي تتضمن المقطع اللي حددناه لهم بطبيعه الحال.
ونمر من أجل أننا نوري بطبيعة الحال والأنشطة المقدمة من أجل معالجة الصعوبة الرابعة واللي كانت كذلك هي difficulty de lire des mots et syllabes contenant le grapheme M. فأول نشاط يتم تقديمه لمعالجة هذه الصعوبة هو اللي كنطلبوا من خلاله من المتعلمين أنهم يقرأوا للسيلاب اللي مكتوبين باللون الأصفر أمامكم. ثم النشاط الثاني الذي نقدمه لمعالجة الصعوبة الرابعة بطبيعة الحال هو اللي كنطلبوا من خلاله من المتعلمين أنهم يقرأوا الكلمات والمقاطع المكتوبة باللون الأصفر كما تلاحظون أمامكم. مهم هذوما النوع ديال الأنشطة بطبيعة الحال اللي كنقدموا من أجل معالجة الصعوبات الأربع. فنهار الامتحان بطبيعة الحال إذا طلبوا لكم أنكم تحددوا نوع الأنشطة المناسبة من أجل معالجة صعوبات لا ليكتور لدى المتعلمين فهذه الأنشطة تبقى مناسبة، يكفي فقط تحديد الصعوبة ونكتبوا هذوك الأنشطة اللي وريتكم بطبيعة الحال قبل قليل. دابا غادي نعرجوا من اجل الاجابه على اخر سؤال وكيطلبوا لكم من خلاله تحديد الطريقه اللي غادي تتبعوها من اجل تقديم هذه الانشطه ديال المعالجه للمتعلمين. فانا هنا غادي ناخذ مثال من خلاله نعطيكم طريقه ادراج انشطه معالجه الصعوبه الاولى اللي كانت بطبيعه الحال هي صعوبه التعرف على صوت الحرف ام داخل الكلمات. وهذه الطريقه اللي غادي نوريكم بطبيعه الحال فهي كتبقى صالحه من اجل تقديم جميع الانشطه ديال معالجه الصعوبات الاخرى المتبقيه. فكما تلاحظون امامكم فهذا هو اول نشاط قدمناه من اجل معالجه الصعوبه الاولى. دابا غادي ندوز باش نوريكم كيفاش غادي تقدموا هذا النشاط للمتعلمين. ففي ورقه الامتحان كتكتبوا اولا لاكتيفيتي 1 وكتكتبوا دو بوين سو رياليزورا بار لادوبتاسيون دان ترافاي كوليكتيف Plus d'occasions de participation et de prise de parole seront données aux apprenants en difficulté. يعني أن النشاط الأول نخدمه مع المتعلمين بطريقة جماعية مع إعطاء فرص أكبر للمتعلمين للمشاركة في حل النشاط خصوصا المتعلمين اللي كيعانيوا من الصعوبات. ثم نكتب من بعد ما يلي Cette activité sera mise en œuvre selon les indications suivantes. يعني أن هذا النشاط سيتم تنفيذه على النحو التالي. فأولا سأقرأ التعليمات ديال النشاط على المتعلمين، ثم من بعد سأتأكد واش المتعلمين فهموا هذاك لي كونسين يعني التعليمات المنطوبين عملها أم لا. ثم من بعد ذلك فأنا أقرأ قراءة معبرة للكلمات وكنطلب من المتعلمين قراءة الكلمات كذلك. ومن بعد ذلك أقوم رفقة المتعلمين بإنجاز النشاط بشكل جماعي، يعني أني كنطلب من المتعلمين أنهم يحددوا الصوت لكي تعود في الكلمات بشكل جماعي. وفي الوقت للمتعلمين كيجاوبوا فأنا أقوم بتحديد الأخطاء التي ارتكبها المتعلمين أثناء إجابتهم بطبيعة الحال على النشاط. وفي الأخير on procède à la correction collective de l'activité، يعني فأنا من بعد ما حددت الأخطاء التي ارتكبها المتعلم بطبيعة الحال فأنا نصحح مع المتعلمين النشاط بشكل جماعي. ودابا من بعد نوريتكم الطريقه اللي تبعناها من اجل تقديم النشاط الاول للمتعلمين، دابا غادي ندوزو بطبيعه الحال باش نوريكم طريقه تقديم النشاط الثاني لمعالجه الصعوبه الاولى. ففي ورقه الامتحان غتكتبوا اكتيفيتي دو دو بوين سو ريزورا انديفيديولمون نيو موا لي زيرور ايدونتيفي تريتي اي كوريجي كوليكتيفمون اي او انديفيديولمون. يعني ان على عكس النشاط الاول اللي طلبت فيه من المتعلمين انهم يخدموا بشكل جماعي فهنا في هذا النشاط فانا كنطلب من المتعلمين انهم يخدموا هذا النشاط بشكل فردي. غير هو الاخطاء التي سيرتكبها المتعلمين سنعالجها بشكل جماعي وفردي او فردي. ثم كنكتبوا من بعد ذلك سيت اكتيفيتي سورا ميز اون اوفر سولون لي انديكاسيون سويفونت، يعني ان هذا النشاط سيقدم على النحو التالي. فاولا ساقرا التعليمات ديال النشاط على المتعلمين، ثم من بعد ساتاكد واش المتعلمين فهموا هذاك لي كونسين يعني التعليمات المنطوبين عملها ام لا. ثم أطلب من المتعلمين أنهم ينجزوا النشاط بشكل فردي على دفاترهم بطبيعة الحال. ثم في الوقت المتعلمين كيجاوبوا في الدفاتر ديالهم على النشاط فأنا كندور بطبيعة الحال كنشوف من أجل تحديد الأخطاء المرتكبة.
ثم بطبيعة الحال فأنا أصاحب المتعلمين المتعثرين، يعني المتعلمين اللي صادفت أن عندهم أخطاء، فأنا كنحاول أن ننبههم على الأخطاء اللي ارتكبوها، ثم بعد ذلك أطلب من المتعلمين الإدلاء بإجابتهم بشكل مسموع فرديا. بعد ذلك فأنا أقوم بإشراك المتعلمين خصوصا المتعثرين منهم على معالجة الأخطاء المرتكبة. من بعد ذلك أقوم بتصحيح الأخطاء اللي ارتكبوها المتعلمين، يعني كل من على حدة، يعني أي متعلم شفت أن عنده خطأ كنمشي لعنده مباشرة وكنصحح معاه الخطأ بشكل فردي. ثم في الأخير فأنا أقوم بتقييم درجة التمكن من الأهداف المرجوة من أنشطة المعالجة المنجزة، يعني من أنشطة المعالجة بجوج بطبيعة الحال. إذن هكذا أصدقائي كنقدموا أنشطة المعالجة للمتعلمين الذين يعانون من صعوبات تعلم في مكون لكشيو خلال المستوى الأول ابتدائي. بالنسبة لهذه الطريقة فهي شاملة على باقي الأنشطة الأخرى المخصصة لمعالجة باقي الصعوبات الثلاث المتبقية. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، في أمان الله تعالى وإلى درس مقبل إن شاء الله.